أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للمسلم أن يقول للكافر إذا دخل عنده في مكانه صباح الخير أو مرحبا أو أهلا بلغة هذا الكافر، ويقصد بذلك ترغيبه في الإسلام لا محبة لهذا الكافر؟ لا يبدأه بذلك، فإن الكافر بدأه بذلك يرد عليه، أما هو لا يبدأ الكافر بهذا. نعم.